دائما ما نتحدث عن مدى الرضا في الشارع المصري، عن الأحوال، عن الحالة الاقتصادية، عن الاستقرار الأمني وما إلى ذلك من قضايا تشغل المواطن المصري. أحدث استطلاع لمركز بصيرة حول الأوضاع في مصر، من ضمن النتائج التي ظهرت فيه أن 66% من المصريين يشعرون بالأمان وفقا للعينة اللي تم اختيارها، في مقابل 34% لا يشعرون به. الاستطلاع أظهر أيضا أن 37% من المصريين بيروا أن أداء الحكومة، حكومة الدكتور الببلاوي، جيد، في حين يرى 48% أنه متوسط، و 15% بيروا أن هذا الأداء سيء. ويمكن كان في نتائج متعددة ضمن هذه الدراسة، سنحاول من خلال الحوار التالي التحدث عما جاء فيها. ده اللي احنا نحاول نفصله بإذن الله في الحوار اللي جاي، ونناقش أبرز معالم الحكومة، أبرز التقارير، هذا استطلاع الرأي، أول استطلاع، ربما العينة اللي تم اتخاذها على أساسها، العديد من الأفكار والعديد من المقترحات والعديد أيضا من التحليلات في الحوار اللي جاي، لكن بعد هذا التقرير. في أول استطلاع للرأي عن تقييم أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تم تشكيلها في أعقاب ثورة 30 من يونيو، كشف الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة أن 37% من المصريين يرون أداء حكومة الببلاوي جيد، وأن 49% يرونه متوسط، بينما 15% فقط يرونه سيء. وعن أحوال المواطنين المعيشية مقارنة بالعام الماضي، أوضح 31% ممن شملهم الاستطلاع بأن أحوالهم المعيشية أفضل، وبينما قال 38% بأنه لم يحدث تغير في أحوالهم المعيشية عن السنة الماضية، و 30% رأوا أن أحوالهم المعيشية أصبحت أسوأ. تشير أيضا نتائج الاستطلاع إلى أن الأكبر سنا هم أكثر رضاء عن أداء الحكومة. وحول الشعور بالأمان، أوضح 66% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم يشعرون بالأمان، مقابل 34% لا يشعرون به. جدير بالذكر أنه عندما تم توجيه هذا السؤال في نهاية شهر أغسطس الماضي، أجاب 27% فقط بأنهم يشعرون بالأمان، مقابل 73% لا يشعرون بالأمان، مما يشير إلى شعور المواطنين بتحسن في الأوضاع الأمنية بمصر. الشعور بالتحسن الأمني الذي لمسه المواطنون يأتي في إطار حرص الحكومة على العمل على مكافحة الخارجين على القانون بكافة السبل، وملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف منشآت الدولة وترمي لزعزعة استقرارها. وفي هذا الصدد تكثف القوات المسلحة ووزارة الداخلية حملاتها على العناصر الإرهابية، وخاصة في سيناء، وتعقب المشتبه بهم من أجل القضاء عليهم وتخليص الوطن من شرورهم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ربما هذا التقرير احتوي ايضا على العديد من المعلومات، لكن نرحب بضيفنا الكريم في هذه الفقره، ثم نذكر مره اخرى بابرز ما جاء في هذا الاستطلاع. ارحب بضيفنا الكريم الدكتور احمد زايد، استاذ علم اجتماع سياسي بجامعه القاهره. مشرفنا يا فندم، صباح الخير. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. التقرير اشتمل على موضوعات كثيره وارقام ربما فيها الكثير، ربما تحدث بعض الجدل في الشارع المصري نظرا لارتفاع الارقام حول اداء الحكومه. كان عندنا ضيف منذ قليل وهو متخصص ايضا في الشان السياسي ومدير تحرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، كان لديه اعتراض كامل على أداء الحكومة، وليس له ما يبرره على الإطلاق أن هناك اعتراض لكل أشياء قامت بها الحكومة، الحكومة لم تقوم بدورها في أي شيء من الأشياء. إذن انتمى للجانب الذي يقول أنه لا يشعر برضا الحكومة، ويمثل 15% في هذا التقرير، بالإضافة إلى 37% من المصريين يرون أداء الحكومة جيد جدا، و 48% بيروا أنه جيد أو متوسط الحال، و 15% يرى بالسيء. يعني أنا طبعا يعني مع اعتراضي لنتائج الاستطلاع وللمركز الذي يجريه، لأنه مركز محترم والقائمين على الاستطلاع يعني ناس بيتبادلوا دائما اتجاهات منهجية سليمة في الاستطلاعات اللي بيعملوها، إنما أنا لا أرى أن هذه النتيجة نتيجة إيجابية، لأن 37% أولا نسبة قليلة جدا، يعني أنا شايف إن احنا إنها نسبة ليست كبيرة، يعني احنا هنا بنتكلم عن تلت الشعب، ولكن تقسيم العينة إلى ثلاث أقسام هو اللي أدى إلى هذه النتيجة. يعني ما قالش للناس يا أنت الحكومة جيدة ولا الحكومة كما يفعل في بعض الأحيان، فهنا خلى النتيجة تفتتت، إنه أنا عندي ناس متوسطين، فأنت تجمع المتوسط على العالي فتطلع لك النتيجة إيه كبيرة. فأنا رأيي إن إحنا اللي حلل النتيجة ده ينظر للرقم الصغير.
ما ينظرش للأرقام الباقية، يعني يكمل تماما الأرقام الباقية، لأنه الرقم الصغير ده هو اللي ليه دلالة، هو اللي بنحسه في الشارع، هو اللي بنحسه في الشارع. يعني أنا بدل ما أقول إن الاستطلاع ما هوش يعني دقيق وإن هو مثلا ما هوش صادق، لا في صدق، بس أنا اللي بيعتمد في تحليلنا لصدق الاستطلاع من عدم صدقه على اولا الرقم اللي انت بتختاره عشان تقراه. ما لسه كنا بنتكلم انا وليلى حضرتك قبل الفاصل، نوع العينه اللي قاموا على هذه العينه، العدد اللي قامت عليه العينه، حتى يتم فئات اللي قام عليها العينه، لكن ربما احنا شايفين ده كله في التقرير. هو لا، هو دايما بيعمل في لما بيجي يعلن على الاستطلاع بيكتب فقره في الاول اسمها المنهجيه، بيحط فيها العينه، هي غالبا بتبقى في حدود 1700 1800، يعني تقترب من ال 2000 مفرده، وبيحاول ان هو والاتصال بيهم بيتم بالتليفون، يعني هو بيعلن كده بشكل صريح، والحوار اللي بين الباحث والشخص اللي هو بيستطلع رايه بيبقى بالتليفون عبر التليفون. يعني من الصعب ان احنا نعتبر ان النتائج اللي ظهرت في هذا الاستطلاع هي نتائج ربما تمثل اغلبيه الشعب المصري، هي عينه فقط، وعينه لو هنقتصر على 1000 او 1000 ونص هي عينه يعني تعتبر صغيره. انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا لما بناخد اراء يعني نتائج الاستطلاع لابد ان احنا نعتبرها نتائج معينه وليست ايه؟ لا هي تعكس الحقيقه بشكل ايه؟ بشكل كامل، انما هي معينه في فهم الحقيقه. يعني لا، يعني فكره لجن 66% من المصريين بيشعروا بالامان في مقابل 34% لا يشعروا، دي برضه نتيجه انا اقراها يعني بشكل مختلف، انه لسه الامن، لانه انا لما يبقى عندي ثلث المجتمع، لما يبقى احنا كده قاعدين مع بعض انا وحضرتك وحضرته وفي واحد منا مش حاسس بالامان، هل ده يعني يعتبر حاجه كويسه؟ انا شايف ان ده مش كويس، لانه لسه نسبه عاليه من الشعب المصري. يعني بص ان 34% دي نسبه عاليه، مش انها نسبه ضئيله مقارنه. لا انا شايف انها يعني فيما يتصل بالامن، لان احنا هناك كنا بنتكلم على اداء الحكومه، هنا بنتكلم على قضيه بقى خطيره جدا، الشعور بالامن، ان انا حاسس ان انا عايش في مطمئنه وعدم خوف، ولا مش ولا العكس. فانا اعتبر ان هذه النسبه تعتبر نسبه عاليه، لانه وهو قارنها بنسبه سابقه، فبيقول دايما يتتبع، يقول انه الاحساس بالامن عند المصريين زاد. ده صحيح، لانه احنا بنشوف الاداء بتاع الشرطه بيتطور، بنشوف بعض المؤشرات التي تدل على انه في استعاده للامن، وده ناتج عن التغير اللي حصل في المجتمع المصري من خلال الشهرين اللي فاتوا، وبدايه يعني الدخول في عمليه يعني صناعه خريطه الطريق للمستقبل. انما لا نستطيع ابدا ان نقول ان الامن تم استعادته بشكل كامل، وانه ما تزال نسبه كبيره، يعني انا اعتبر ان هذه النسبه نسبه كبيره من المصريين ما يزال عندهم الاحساس بعدم الامن. طب خلينا نتجاوز نقطه التقرير دكتور احمد، نتجاوز هذه النقطه ونتحدث وجهه نظرك كرجل متخصص في علم الاجتماع السياسي، يعني اذا رؤيتك مختلفه عن نظره العامه لمجريات الامور. يعني حدث اخير زي حدث كنيسه الوراق او كنيسه السيده العذراء مريم في الوراق، ربما حدث قراءاته مختلفه، كل منا قراه بشكل مختلف، لكن الجميع توافق انه حدث يستهدف فقط يعني زرع الفتنه ما بين الجميع. قراءتك ليه ايه؟ اولا يعني انا بقراه ضد احداث اخرى، لان احنا عندنا دلوقتي لما تشوف خريطه العنف في المجتمع المصري بتجد انه هي بتتوزع اولا عبر اماكن مختلفه، تجد ان هي في ربط واضح جدا ما بين العنف والارهاب، يعني العنف بيتخذ في كثير من الاحيان الان شكل الارهاب، انه وبينتشر في اماكن معينه، بدل ما يبقى موجود في الاماكن المتطرفه في سيناء مثلا بدا يدخل على الداخل شويه ويهاجم. نمره اثنين ان هو بدا يشتغل من جديد على موضوع الفتنه الطائفيه، لانه قضيه الفتنه الطائفيه دي استخدمت في مصر استخدام سياسي لفترات طويله من الزمن، ان هو يصنع منها مشكله عشان يخلي في فرقه دائما ما بين الاقباط وبين المسلمين، ويعمل نوع من القلق في المجتمع. نوع من القلق في المجتمع. فده توجه بين الجماعات المتطرفه وربما يكون جماعات المسلمين الاخوان المسلمين بشكل واضح، لانه هم طبعا بيتبرأوا منها، انما واضح جدا ان هم دخلوا في نفس العمليه الارهابيه وفي صدام صريح وفي صراع صريح مع المجتمع. فهو دخول على هذه القضيه اولا بيكشف عن نوع من العماء السياسي،
ولو هو متصور انه كده هيعمل يعني نوع من الارتباك للحكومه، هيعمل نوع من الارتباك في المجتمع، وان ده ممكن يحقق له اهدافه السياسيه، ولا يحقق له اهدافه السياسيه، ده هو بيخلي المجتمع بيقف ضده. لانه انا لا ارى اي شخص في المجتمع المصري يرى انه الاعتداء على الكنيسه او الاعتداء على دور العباده بشكل عام او الاعتداء على الاقباط بشكل عام فيه اي نوع من المكاسب السياسيه، بالعكس فيه نوع من الخساره للاطراف اللي هي بتعمله والقوى اللي وراهم، يعني لاني انا لا استبعد ان تكون هناك قوة اخرى هي التي تساند هؤلاء، والا من اين ياتون بالتمويل ومن اين ياتون بالسلاح ومن اين ياتون بكل هذا الدعم الا لم تكن وراءهم قوة متشكلة. طبعا قوة عالمية وقوة ربما تكون قوة اقليمية وقوة عالمية بتساندهم لفعل هذا ولتفكيك المجتمع المصري من الداخل، لان الهدف الاساسي نستوق الامور لسنة التحقيقات بتاعت النيابة عشان نكون اكثر دقة وحيادية. طيب يا دكتور، لا طبعا ما هو احنا ما نتكلمش هنا عن الاتهام بشكل واضح، وعلى فكرة النيابة لم تصل ابدا الى ان هي تحط ايدها على الناس البعاد، يعني بتمسك القريبين دايما. تفضلي حضرتك يا فندم. طيب دكتور، احنا بس هناخد مداخله هاتفيه ونرجع لحضرتك تاني مع سياده اللواء علاء بزيد الخبير الامني. صباح الخير سياده اللواء. يعني يمكن كان حديثنا في النقطة السابقة تحديدا مع دكتور أحمد زايد وهو ضيفنا في الاستوديو في الحادث الأخير في الاعتداء على كنيسة الوراق، ولو من الناحية الأمنية يعني في الفترة المقبلة كيف سيتم التعامل مع منشآت حيوية ربما تكون في داخل المدن؟ الموضوع الحرب انتقلت من سيناء والأماكن المتطرفة إلى داخل يعني المدن المصرية المختلفة. لا، والإرهاب فعلا في الفترة الأخيرة شهد تطور وتطوير في الأداء، وكان بيعتمد أساسا من قبل على عمليات تشير للإثارة الإعلامية وتشير الرعب بين المواطنين. تطور الأداء دلوقتي لعمليات تدميرية وقتل، وده تطور خطير جدا، هو مش تطور أو هو انتقل من سينا، لا، وسينا هي الأساس. لأن هو احنا زي ما بيقولوا دخلنا عش بوابير في سينا، فلازم دي ردود فعل طبيعي. المقصود بالعمليات الإرهابية ده، واحنا بنواجه للأسف الشديد حتى أنواع الإرهاب، الإرهاب معروف إنه لا دولة له ولا دين ولا خلق له. فالإرهاب اللي هو موجود في مصر يقصد به العمليات المتفرقة لها أهداف معينة معروفة أمنيا ومتوقعة، يعني الأمن متوقع عملياً دي ردود فعل. ضربات الاستباقية في سينا، هدم الأنفاق اللي بيحصل لازم يكون له ردود فعل. أما بيعمل عمليات ديت عشان يعمل عمليات تشتيتية للأمن وإرباك للأجهزة الأمنية وإحراج الحكومة بصفة الوضعها في وصف إنها غير قادرة على حماية مواطنيها، وده غير صحيح بالمرة يعني. فهو رسالة خارجية إن مصر غير مستقرة، وبالتالي لا تكون دولة جاذبة للاستثمار ولا للسياحة. طيب سيادة اللواء، في عجالة يعني نتحدث مع حضرتك عن تقرير ورد علينا من مركز بصيرة بيقول أن الأمن أو شعور المواطنين بالأمن بنسبة 66% مقابل 34% لا يشعرون بالأمن، فبالتالي معنا دكتور أحمد زايد وأحد علماء